الحقيقة النهاردة في تقرير نشر على CNN مفترض أنه عن تجربة طبية مش بس جديدة، ولكن هذه التجربة الطبية اللي بيتحدثوا عنها إذا ما صحت وإذا ما أتت بالنتائج المطلوبة هتعمل ثورة في المستوى الطبي في العالم كله. هذه التجربة اللي أجريت من قبل علماء في الولايات المتحدة الأمريكية بالتحديد في بوسطن هي نجاح الفئران المتقدمة في العمر والكفيفة في أنها تستعيد بصرها، ويقدروا يعملوا عملية تطوير للدماغ لتصبح أكثر ذكاء وشبابا، خاصة بعد ما تم بناء أنسجة عضلية صحية. التقرير بيزعم أنه العلماء تمكنوا من تطبيق التجربة نفسها، أو أن هم قد يتمكنوا من تطبيق هذه التجربة على البشر، وده في المستقبل. وقالوا أنه هذه نوعية من التجارب بتظهر أنه الشيخوخة في الآخر هي مشكلة جينية، يعني هي جينات. إذا ما استطاعوا من خلال هذه التجارب أن هم يتحكموا في هذا الجين اللي بيؤدي إلى أن الناس تتقدم في العمر، أو أنه يحصل يعني شيخوخة وبالتالي بيصحبها بقى كل المشاكل الخاصة بالتقدم في العمر، من ضعف البصر، الأثار اللي على الجلد، على الذاكرة، على كل أعضاء الجسد، إن هما ممكن يوقفوا عملية التقدم في السن وعملية الشيخوخة وبالتالي ينتهي ده من العالم كله. ده اللي جه في هذه الورقة البحثية، وقالوا إنه الكلام ده نجح بالفعل في التجارب على الفئران. خلينا نعرف تفاصيل أكتر ونفهم هل ده يعني في المستقبل قد يكون اللي بنقوله النهارده ان هو مجرد خبر احتمالي، هل قد يكون في يوم من الايام حقيقه ولا لا؟ معانا الدكتوره هاله سويد، استاذه طب وصحه المسنين بكليه الطب عين شمس. يا دكتور اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم، اهلا بحضرتك واهلا بالساده المستمعين. دكتور هاله، هل بالفعل زي ما شفنا في التقرير بانه فكره التقدم في العمر وامراض الشيخوخه، هل هي بالفعل المسؤوله عنها مجموعه من الجينات في يعني عند البشر؟ بصي حضرتك، هو العلماء على مدى السنين من اعوام كثيره وهم جاري دراسه دايما احنا بنكبر ازاي وبنعجز ازاي، وده علم اللي هو بنسميه علوم الاعمار او الجيرنتولوجي. حتى في مقابل ده نظريات كثيره قوي بتفسر احنا بنكبر ازاي وبنعجز ازاي، كثيره جدا، وكل نظريه بيطلع ما ينتقدها ويطلع نظريات ثانيه جديده. ويمكن اكثرهم نظريه ثابته اللي هي الانتي انفلاميشن، يعني ان احنا وجود التهابات مزمنه على مدى سنين العمر ده بيعمل شوية تغيرات في مستوى الخلايا وفي حاجات في الجسم، يعني ملخصها ان في الاخر هي دي الطريقة اللي بنعجز فيها. وفسروا ان الالتهابات المزمنة اللي عندنا دي هي اللي بتؤدي لاخر الزهايمر، هشاشة عظام، امراض القلب، الحاجات الكتير. وكان دايما عشان كده طلع في العهد في السنين اللي فاتت كان في ادويه كتيره يقول لك انك لما تاخدي الحاجات الاسبرين، الحاجات اللي ضد الالتهابات، طلع ادويه كتيره حتى اللي بيطلعوها من الريد جريبس اللي هو العنب الاحمر، الحاجات دي مواد عشان تساعد ان تحمي جسمنا من ضد الالتهابات. وحتى لو تسمعي في حاجه اسمها كالوريك ريستريكشن اللي هو بنعمل بنقلل كميه الكالوريز اللي بناخدها في الجسم، كان يقول لك الصيام ده من ضمن الحاجات اللي فادت فيها ان هي بتقلل تراكم الحاجات اللي بتؤدي الى التهابات مزمنه وبتعمل العجز او الشيخوخه. الريسيرشز الجديده اللي اتعملت دي هي مش جديده قوي، لان برضو يعني كان في ريسيرشز شبه ابحاث كثيره زيها بتشتغل على جينات. هو دلوقتي قصه الجينات بيتكلموا فيها في حاجات كتير، في علاجات، في حاجات كتير. ولو تفتكري حضرتك من قريب كان في كلام على الخلايا الجذعيه. مظبوط. وجربوها فعلا في مرضى الالزهايمر في حالات، بس لم تثبت نجاحها على مدى طويل، يعني بتقعد فتره وكان يبقى فيه كلام بعد كده ان الاحداث دي بترجع تاني، الامراض تاني فيها، لان يعني الباثولوجي موجوده، المرض موجود، فبيرجع تاني. فمش كل الابحاث نجحت قوي في تطبيقها على المدى الطويل، استمراريتها يعني. وكان في برضه بعض الابحاث اللي تناقضت ذلك او اعترضت على الريسيرشز دي او الابحاث دي، لان هي برضه بتعجل من حدوث بعض الاورام. فلسه كتير شويه على ان يبقى عندنا في حاجات صلت في ايدين او حاجات واضحه قوي ان احنا. طيب واذا كانت تجربه بهذا الشكل نجحت في البدايه على يعني فئران التجارب زي ما شفنا في التقرير، هل ده بيدي مؤشر اعلى لاي تجربه هي طبعا بتنجح بهذا الشكل؟ بس محتاجه ندرسها فتره اطول، لان خلي بالك ان احنا دراسه على مستوى انك نغير في جينات دي مش قرار سهل. وخصوصا بيشتغلوا بيعتبروها كانها يعني هو بيشتغلوا في ايه، مش في جين، في حاجه اسمها ايبيجيناتيك اللي هي زي سوفت وير، زي الكمبيوتر بتاع جين. فهم بيقولوا على مدى سنين العمر يعني بيحصل زي الكمبيوتر كده بيقدم او بيحصل فيه زي ما بتعمل عاوز تعمل ريستارت، فهو ان هم بيدوروا على المواد اللي تعمل ريستارت للجين ده تاني. فالريسيرش طبعا دي حاجه كويسه ان احنا عملنا خطوه نطه كبيره.
بس لسه فتره كتيره شويه عليها ريسيرشز عشان تقوى ان احنا نقدر نطبقها على البني ادمين، بما انه لسه الناس شويه عليها. كلها دلوقتي مهتميه جدا بفكره انه مجابهه التقدم في السن، سواء من الناحيه الصحيه ان الناس تفضل صحتها كويسه، او حتى من الناحيه الشكليه. هل بالفعل في بعض الروتين الطبي او الروتين العلاجي اللي ممكن الناس تحافظ عليه بحيث ان هي تحافظ على شبابها، وهنا شبابها كمان مقصود بيه الصحه العامه، بالظبط لاطول بالظبط. فتره ممكنه؟ بصي، هو الثابت الحاجات ما اختلفش عليه كل العلماء، هو اللي هي الحياه الصحيه الصح اللي احنا دايما بنتكلم عنها، ان الرياضه مش رياضه لازم نروح الجيم، بس رياضه زي ماشي على الاقل نص ساعه في اليوم، ان ما بيبقاش عندك جفاف في الميه، بنشرب بكميه كبيره على الاقل بنشرب 30 ملي على كل كيلو من وزنك ميه في اليوم. ان ما فيش طبعا تدخين، ما فيش شرب كحوليات، الاكل ما بيبقاش فيه دهون كتيره ولا بروتينات كتيره لكن مش قليله، يعني كل متوازن، العيشه المتوازنه بالشريحه الصحيه دي اللي ما اختلفش عليها اثنين. حتى في الشغل على الجينات، الريسيرش نفسها والابحاث اللي اتعملت قال ان برضو الحاجات اللي بنتكلم عنها الحياه الصحيه السليمه بتاثر على الجينات وبتطور في عمرها، بتحسن الوظائف البروتينات والوظائف الجينات، فدي اللي ما اختلفش عليها اثنين. طبعا في كلام شويه عن اللي هي نوع انواع الاكل، الشاي الاخضر، الدارك شوكليت اللي هي الشوكولاته السوداء، الحاجات دي على اساس ان فيها بعض اللي بنسميه انتي اوكسيدنتس، الحاجات اللي هي بتقلل كميه الاكسيدات اللي بتتراكم في الجسم. فطبعا مظبوط. دي اضافه، دي لكن ده الثوابت. في طبعا الناس بتجاش شويه ادويه كتيره، بس ده احنا يعني لا مش عاوزين نجف، يعني في ادويه معينه كان ينصح بيها ان هي دي بتطول العمر، بس ليها اعراض جانبيه على المدى الطويل. فهو الحاجات احنا بس الثابت اللي نمشي عليها، ايه في الادويه ادويه العالم بالفعل بتكون موجوده، يعني في ادويه في السوق، لان ده اول مره اسمع عنه ان في ادويه. مش ادويه مش موجوده في السوق طول العمر، هي في ادويه بينصحوا ان ليها افكت، يعني مثلا احد ادويه السكر، بعض ادويه السكر لقوا ان هي بتقلل، انت من ضمن نظريات السن ان وجود الالتهابات المزمنه في الجسم بتعمل نوع من اكسده بعض البروتينات في الجسم وبتحولها ان كان فيها جلوكوز زياده، ده كده بتبسيطا يعني. فبعض ادويه السكر لقوا ان دي بتحسن الخليه نفسها، بتطيل عمرها. بس الكلام ما ده ينفعش كله حد يكون يعني غير مصاب بالمرض بالظبط وياخد الدواء، صح؟ بالظبط بالظبط يا فندم. ففي حاجات عشان كده ما ينفعش ان احنا نقصر يعني نجري ورا ابحاث لسه في بدايتها، لسه ما طبقتش، لكن طبعا الابحاث دي بتنور النور في طريق ابحاث ثانيه كتير، لكن ان احنا متمسكين بالحياه السليمه الصحيه. من هي الحاجات دي كمان الحاجات. اللي اشار اليها التقرير جمله خاصه بفكره انه لغايه يمكن قبل الحرب العالميه الثانيه كانت اعمار الناس يعني معظم العمر متوسطه مثلا 40 45، وانه بسبب الطفره الطبيه الكبيره اصبحت الاعمار بتمتد لل 80 ولل 90. هل ده بالظبط احنا بالفعل ليه علاقه بفكره التطور هذه طبعا النوعيه من الادويه اللي ممكن تكون بتحسن الحاله الصحيه او مش بتؤخر امراض الشيخوخه؟ بالظبط، انت زمان قبل كده مش بس امراض الشيخوخه، انت احنا دلوقتي احنا متوسط العمر بس في مصر لوحده 75 سنه، يعني 72 75 سنه ما بين الرجال والسيدات. فانت بتتكلمي ان احنا زمان لا كان عندنا تطعيمات ولا كان في مضادات حيويه بالقوه دي ولا كان في امراض بتشخص، يعني انت حتى الاورام نفسها احنا بقينا نشخص الاورام، في حاجه علاجات ليها، محتاجه علاجات كيماويه واشعه، يعني فرقت زمان. زمان ممكن المريض كان هو مثلا 40 سنه يجي له اي ورم سرطاني او التهاب رئه او اي حاجه، وانت ما عندكيش حاجه تعالجي بيها فبيموت، لكن دلوقتي لا، احنا ما شاء الله في مصر مثلا عندي عيانين بيجوا لي بال 90 سنه فوق 90 سنه وبيتعالجوا. تمام. فانت بتتكلمي ان احنا برضو غير قصه الشيخوخه دي حاجه ثانيه، يعني احنا لو بتتكلمي على اطاله العمر طبعا ربنا يدي الناس كلها الصحه، هي فكره وجود التكنولوجيا اللي حصلت والطفره اللي حصلت في الطبيه في الخدمات الطبيه وتطورها، بقينا بنشخص امراض بدري وبقينا نجد لها علاجات، طبعا طول عمر الناس كتير. بالظبط. وهي لكن ال ال القضيه او القصه الاساسيه هو مش فكره الواحد بيعيش كام سنه، لكن بالظبط بيعيش بصحه يعيشهم عامله ازاي. ازاي. بالظبط بالظبط كده. اللي احنا بنسميها اكتيف ييرز، يعني الحياه النشيطه اللي انت فيها، بالظبط. بدينا بندور عليها بقى. بشكرك دكتوره هاله سويد، استاذه طب وصحه المسنين بكليه طب جامعه عين شمس، شكرا لحضرتك.